أن نوفقنا أن نتخذ هذا القرار بتكوين هذه القوات. والباقي تكونون عارفين يا جماعة، في جنوب كردفان الناس زي كانوا بيتكلموا وبيتبجحوا أنهم ماشيين الخرطوم. قالوا ماشيين وين؟ ماشيين الخرطوم. لما وصلت كوستي الناس زي فضوا الجبال الشرقية ومش الجبال الغربية. قال انهم سبقوا بعيدين منكم، لكن حصلتوهم هناك وعصرتوهم من جاوزين. من جهته اتهم المدير العام لجهاز الامن